راس الخف جياتسي مع الكرة، مع الكرة ممكن فرصة، ممكن فرصة، هو الأول لإمبولي. أصحاب الأرض يتقدمون في الدقيقة 13. ماتيو كانشيليري، ماتيو كانشيليري هو من يتقدم بالهدف الأول لإمبولي، يسجل رابع أهدافه هذا الموسم ويتقدم لأصحاب الأرض. إمبولي يتقدم هنا بالهدف الأول، الهدف الأول لإمبولي الآن في أرضية الملعب. يا سلام يا سلام، جياتسي اللي فضل واقف مش عايز يلمس الكرة لحد ما الكرة جات له، والجيلاتسوري يتقدم بالهدف الأول. شوف الغلطة من مين، الغلطة من مين، الغلطة من مين، الغلطة من أنخيلينو. وشوف هنا جياتسي يا ولد إلى كانشيليري اللي يركنها بذكاء. شوف أنخيلينو أهدى الكرة إلى جياتسي اللي شوف اتحرك ونقل الكرة، وهنا كانشيليري وكأن الكرة عايزة إمبولي يسجل هدف أول في الدقيقة 13. إمبولي يتقدم، الجيلاتسوري يتقدمون بالهدف الأول. انت ثلاث دقائق وقت بدل ضايع، وهنا الكرة تعادل، هنا تعادل لروما. حسام عوار يسجل هدف التعادل لروما هنا مع انقضاء شوط اللقاء الأول، يدي رصاصة كده لنادي إمبولي. حسام عوار في ظل غفلة من دفاعات إمبولي، وفي كرة يسأل عنها دفاع إمبولي بالكامل، بالكامل يسأل عنها دفاع إمبولي ويسجل هدف التعادل. وأمامنا هنا دافيدي نيكولا، شوف الكرة من الجانب الأيسر، شوف هنا الانطلاقة من نيكولا زاليفيسكي، وشوف هنا الكرة اللي عدت، وهنا الدفاع سايبه يعمل اللي هو عايزه، سايبينه يعمل اللي هو عايزه، يتوغل في المنطقة اللي هو عايزها. وشوف الكرة سكنت على يسار الحارس، هدف التعادل لمصلحة روما. تقدم للأمام، كرة في الجانب الأيمن، كانشيليري يلعب الكرة لمبايان يونغ، يسجل الثاني مبايان يونغ، يسجل الثاني مبايان يونغ، يقلب الملعب رأسا على عقب، مبايان يونغ يسجل الهدف الثاني لكي يقرب إمبولي من البقاء. مبايان يونغ يخطف الهدف الثاني الآن بباص رائع، ويا فرحتك يا فابريتسيو يا كورسي، يا فرحتك يا نيكولا، ويا فرحتك يا فابريزيو يا كارسي يا رئيس النادي. هنا أمامنا كانشيليري، كانشيليري هو اللي لعب الكرة العرضية، ومبايان يونغ يخطفها بهدف تاني، بهدف تاني قد يبقي إمبولي في الدوري. شوف مبايان يونغ سدد قوية ومن تحت أيدي مايلز فيار، هدف تاني مبايان يونغ. مبايان يونغ اللي سجل لهم من علامة الجزاء في مباراة أودينيزي. ويا فرحتك يا كورتسي، يا فرحتك يا كورتسي، انت وكل عائلتك. وهنا امامنا جياتسي، وهنا الفرحة بالهدف الثاني. إمبولي اقترب من البقاء، إمبولي اقترب من البقاء، الجيلاتسوري اقتربوا من البقاء يا سيري آه. ذرونا صافرة النهاية بفارق، هتخبوا الكرة دلوقتي يعني، انا متعاطف معاكم بلاش الحركات دي. بص مبايان يونغ يعني بيبكي، بيبكي مبايان يونغ، بيبكي في ارضيه الملعب مبايان يونغ اللي سجل الهدف الثاني. اخيرا جبتوا الكره، يعني ما فيش الا كره واحده يعني في الملعب ولا ايه يا جدعان؟ فينا من الحركات دي. زكي شيلك جاي يلعب رميه التماس، زكي شيلك لاعب رميه التماس، زكي شيلك اذا ما سجل فروزينوني هدف تعادل فان هناك مباراه فاصله ستلعب بين إمبولي وأودينيزي. سلامات، قال لك يقع بقى ياخد شوية وقت ويضيع شوية وقت، يقول له هنا جياتسي خليك قاعد على أرض الملعب قد ما تقدر، قد ما تقدر. سامع إمبولي، 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 الجماهير اللي في أرضية الملعب، الجماهير اللي في أرضية الملعب. هناك في مباراة فروزينوني وأودينيزي، حكم المباراة بيلعب في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع. يبدو بأن فابيو كانافارو على موعد مع كتابة تاريخ جديد له كمدرب مع نادي أودينيزي. إلى كرة طويلة وإلى خارج أرضية الملعب،
وإلى ضربة مرمى ومعها صافرة النهاية. إمبولي يضمن البقاء في السيري آ بعد الانتصار على روما بنتيجة 2-1. يا فرانشيسكو يا كورتسي يا رئيس النادي، ويا فرحة اللعيبة ويا فرحة الجماهير ويا فرحة كرة القدم. إمبولي إلى السيري آ كما هو. إمبولي الذي تقدم بهدف ثاني إمباين يانج اليوم سيحمل على الأعناق هنا في إمبولي. هنا إمباين يانج لن يغادر أرضية هذا الملعب. كارلو كاستيلاني شاهد على ملحمة جديدة من السنغالي إمباين يانج الذي سجل الهدف الثاني في الوقت القادل في الدقيقة 93. كانشليري تقدم في الدقيقة 13. حسام عوار في الدقيقة الأخيرة من شوط اللقاء الأول إلى أن نزل البديل السنغالي إمباين يانج وخطف الهدف الثاني في الدقيقة 93. وأودريزي هو الآخر يضمن البقاء ويفوز. الصراحة الصراحة بكاري سانيا، سامع يا بكاري سانيا؟ أصفق لك يا بكاري سانيا اللي كان توقع بأن فروزينوني سيسجل، ولكن أودريزي بقى يا بكاري سانيا.